سي، ومفاجأة كده لقيت لك نادي الزمالك بعتين لي عن طريق مرسال، يعني اللي نادي الزمالك عايزينك انت لنادي الزمالك. ماشي اوكي، عايزينك انت اللي عايزين تروح نادي الزمالك. فجو بيقول عربيه لغايه البيت عندي. رحت بيت عند واحد تقريبا والله اعلم برضو من زمان، برضو الفتره دي كان المهندس اسمه فاروق عبد الوهاب، مش عارف مهندس او لو هو في تشابه اسماء عندهم، في اتنين فاروق عبد الوهاب بس واحد منهم كان ساكن في مصر الجديده. رحت بيت عنده، انا اهلاوي بس انت عارف لما بيجي لك فرصه في ناديين كبار برضه بتنقل نفسك نقله كبيره، برضه طموح. فخلاص رحت النادي، كانوا خدوا بطوله الدوري مع ديفيد ماكاي زي ما التقرير فعلا قالوا. كابتن فاروق جعفر قعد معايا في دار من الدور، حي يرزق موجود، وخلص معايا كل حاجه. قال لي خلاص خلصنا الدوري، هتسافروا انتوا برشلونه وهتيجي من برشلونه ان شاء الله بقى من اسبانيا على الاولمبياد، يكون الموضوع خلصان من نادي المنصوره. ده كانت قبل سفر المنتخب الاولمبي. بسفر. ف خلاص رحت البيت، لقيت تليفون تاني جاي، مش تليفون، مش موبايلات، برضو عن طريق شخص في النادي في 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 المنصوره، المهندس عبد القيع عاوزني. خير؟ قال لك ما هو انت عارف برضو المهندس عبد القيع ما بيسكتش يعني. وصلت معاه في التليفون، كلمته قال لي انا عايزك تجي لي بكره. تخيل بقى نادي الزمالك بعت لي عربيه، النادي الاهلي اللي رحت له انا. ما انا اللي طبعا رحت. ما انت اللي بتحب، انت انا بتحب. حابب طبعا فرصه. قال لي كابتن صالح سليم عايز يقعد معاك. قلت ماشي. بس في الفتره دي يا كابتن اسلام بقى بدات برضو النجوميه او حته ال الاعلام، كان في ثلاث اربع جرايد اللي موجودين وكام جريده، ما كانش كل لسه زي دلوقتي. طبعا السوشيال ميديا دلوقتي متغيره. كل يوم افتح يا سران بين الجنه والنار، يا سران هيروح الاهلي، يا سران هيروح الزمالك، الاولين بيفاوضوا الاسماعيلي. انا نفسي انا بقيت في ذهول. كل يوم اصحى الصبح اروح اجيب الجرنال اشوف ايه كتبوا عني ايه النهارده. فقال لي انت كابتن افتكر اول حاجه يعني او اول مانشيت اتكتب عنك وكلمت او الناس بدات تشاور عليك والكلام ده، ولا ما تفتكرش ده صعب؟ لا، في نادي المنصوره انت عارف الناس تسمع لكن ما تشوفكش عارفينك كاسم. لكن في النادي الاهلي هحكي لك على موقف برضه. في النادي الاهلي اول ما رحت انا فكرت لما اروح النادي الاهلي الناس ممكن فتره ما تعرفنيش. لا، النادي الاهلي مجرد ما تنزل. ايوه، ما انا هقول لك على موقف برضه. الراجل برضه سوبر ماركت الشرس. فكابتن صالح رحت تاني يوم بيت عند المهندس عبد القيع. كلمني رحت عشان تيجي قال لي تيجي النهارده بيت عندي في 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 في, في, في بيته. فرحت بيت عنده في البيت، وقال لي تاني يوم الصبح الناس هتصحى. البيت ده ياما شاف. البيت اللي هو في العجوزه. هو عنده شقه كده متخصصه للضيوف. اقعد عيش مع نفسك فيه. اعمل انت بقى اللي فتاني يوم خدني كابتن صالح قاعد في 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 في, في الزمالك، يعني تعدي الكوبري اكتوبر تلاقي نفسك في البيت، يعني مش محتاج عربيه. مشينا وعدينا كابتن اسلام، وبعد ما عدينا طلعت البيت على بيت الكابتن صالح. على الكابتن صالح، انا متخيل الكابتن صالح هنتفرج الشموس السوداء دي اخر حاجه شفتها له. قلت هلاقي واحد بقى الشعر الابيض وصغير والدنيا ماشي. قلت لك كابتن صالح كبير. ولقيته وفتح لي الباب، والله العظيم ما انساه، يعني من ذكريات الجميله. وقعدت معاه، دخلت البيت وقعدت معاه. قعدت معاه بقى المهندس عادل القيع جايب لي اللي هي ما كانش عقود بقى زي دلوقتي، استماره الاول، استماره تمضي وعقد كده في كلمه، عندي العقد ده في البيت اللي ما زال موجود. فقال لي كابتن صالح، قعدت مع كابتن صالح، قال لي ياسر انا اسمع عنك اللي انت لعيب كوره كويس قوي، وطالما الناس دي كلها متفقه ان انت لعيب كوره كويس انا ما شفتكش، بس يبقى انت مش هنختلف زي الناس. دماغه بيقول لك كده كلمات كده تيجي في دماغه. فقلت له اوكي مفيش مشكله. قلت له انا كابتن مسافر برشلونه. فقال لي عشان احنا امكانياتنا مش هتجيب نادي الزمالك، لازم تطلع تصريح عشان الزمالك شكله داخل في مفاوضات قويه، انا عايزك تطلع تصريح في الاعلام اللي انت مش لاعب غير النادي الاهلي. ده ذكاء من كابتن صالح طبعا. ما الاستاذ ايمن بدره موجود معانا هنا اهو، هو اللي كان كاتب المانشيت في اخبار رياضه. انا قابلني في دار من الدور برضه قبل ما نسافر، قال لي ياسر كان المتابعين عايزين كل واحد يكتب يسبق الخبر طبعا. فقال لي ياسر انت ناوي؟ قلت له بص يا استاذ ايمن انا على لساني مش لاعب غير النادي الاهلي. فكتب المانشيت في اخبار رياضه، انا مش ناسيه بقى، دي كانت بدايه الشهره، دي كانت هو ده المانشيت. ايوه، عندي ما زالت ريان للاهلي ومحمد جابر للزمالك، محمد جابر بتاع شبين. انا مش ناسيه، كان لاعب في شبين اسمه محمد جابر. فالمانشيت اللي كتب كده حلو. كانت مين اللي ماسك المنتخب الاولمبي؟ كابتن محمود سعد وزملكاوي متعصب.
قاعد كل كل ما الصبح الجارات بتروح له عند الاوضه بدري. اروح له انا بدري، اي جيران يجي تاخده وتشيله عشان ما اكيد هيعرف عايز اسافر برشلونه. ايوه عندك برضو تلعب اولمبياد. لا بس كابتن طبعا كابتن محمود سعد طبعا كلنا عارفين ان هو زملكاوي، بس لكن انت بتبعد. انا عايزه انا في السن ده ببعد كل الشكوك. اي حاجه ما المهم ما يقراش الخبر ده غير ولسه ما خلصتش على فكره. كل ده لسه ما خلصش من نادي المنصوره. بس انا قفلت باب من زمان. تخيل الكابتن محمود سعد يقرا المانشيتي ده فين؟ فين؟ يقرا في ايطاليا واحنا في معسكر في ايطاليا. طب الحمد لله مش مهم. ما انا لسه ما قلت له لسه ما قاعد بص لي في الاتوبيس والله ما انساه. انت عارف المصريين هناك بيجيبوا الجرايد المصريه طبعا بيبصوا اخبار الرياضه، لا مكتوب المانشيت. قلت سبحان الله ما يقراش في مصر يجي يقرا بره. يا سبحان الله. يعني كابتن ياسر ريان كان بيعمل ايه دايما في اي اوتيل؟ طبعا يجيب لك الجرايد يحطها قدامك. يعني ما تبقى خصوصا في لعيبه الكوره. فانت قلت اشيل عنه. كابتن ياسر يروح الصبح يصحى قبل ما الكابتن محمود يصحى يسحب الحاجات اللي فيها ويروح لقيته بيقرا في ايطاليا. قلت خلاص يا كابتن خلاص انا واخد قرار يعني. رحنا لعبنا الاولمبياد. بس طبعا ما اثرتش يعني. لا ما اثرتش بس يعني هو كان يتمنى اللي كنت العب في طبعا. هو عايز برضه طبعا. فجيت بعد كده نزلت بقى الحمد لله على دي كانت من ضمن حاجه. جيت حصلت بقى المفاوضات في نادي المنصوره. انا كل ده كل شويه اصحي المهندس عادل القيعي اكلمه بالليل واكلمه الصبح وعملت ايه انا كابتن مش عارف العب في نادي المنصوره. خلاص انت طموحك خلاص بقى. مش عارف. فالمهم رحت بقى نادي المنصوره، رحت الله يرحمه كابتن حسن مجاهد. قال لي بص يا عم ياسر، تعرف طريق كابتن حسن مجاهد، هيديني 150 الف جنيه هسيبك. 150 الف جنيه؟ والله 150 في الوقت ده رقم طبعا طبعا. مش هي انا نادي الاهلي عايز يعمل 120 لنادي المنصوره و30 ليا. انا اتنازلت عن الفلوس كلها. بس كانت النقطه بقى اللي انت بتاعك عليها اللي جايه دي، فهنتقابل فين انا والمهندس عادل؟ خلاص انا خدت الاوكي من نادي المنصوره والاستغناء موجوده، كل حاجه جاهزه بقى جاهزه. وقلت لهم انا الشيك بتاعي هدولك انا ما يبقى خلاص يبقى خلاص كده. بس عشان خاطري ماشيين. قال لي لا خلاص الاستغناء طلع وموجوده. الاستغناء ده طلع كانها طلع حاجه كبيره قوي وبيطلعوها و20 واحد جاي وراها فرحت لقيت لك. انا قلت جاي ما بين المهندس عادل القيعي ومعاه المهندس ابراهيم المعلم والله ما انساه. طبعا جاي بعربيته. فهنتقابل فين يا كابتن اسلام؟ هنتقابل في طنطا. فين في طنطا؟ عند السيد البدوي الكشك مكتوب. وانا اول مره ما رحتش شنطه قبل كده. يعني اروح امشي وانا ماشي على الطريق اروح الاقي كل موجوده في طنطا اسمها السيد البدوي. اللي على الطرق كلها بينها اروح اقابله فين ده؟ كل ما الاقي السيد البدوي واقف عند كل كشك شويه. والله بقى كل ما اروح مكان الاقي السيد البدوي ولا ده في الطرق كلهم السيد البدوي طبعا. ولا في تليفونات ولا حاجه ولا اي حاجه. والله يوم جمعه يا نهار. والله ما انسى صلاتي. وصاحبي ده يقول لي اسمه حموده من اصدقائي يعني، قال لي قلت له قال لي نصلي ونمشي. قلت له يا عم الناس دي لا ترجع تاني. والله هصلي مش مشكله على صف. قال لي صلينا وماشي سبحان الله. لسه ما مش شايف كله سيد البدو يمين وشمال بلف باخد يترن لقيتهم مركنين على اليمين سبحان الله. من عند ربنا. من عند ربنا. مشينا ورا بعض ورحنا جزيره الورد خد الاستغنى وتوكلت على الله. رحت بقى كانت لسه ما رحتش النادي الاهلي. كان عندنا بطوله الالعاب العربيه اللي هي في سوريا. انت كده هم خدوا الباشمهندس عادل خد الاستغنى وخد النادي المنصوره. حتى قال لهم انت خدت الفلوس بتاعته؟ قال له ما عرفش تلاقي. احنا قلت لهم انا مش فلعبت في الوقت ده كمان حتى 5 سنين للنادي الاهلي بدون مقابل. طب معلش يا كابتن قبل بس نكمل كلامنا كان